نروح لوعد. وعد فرع القصة القصيرة عن قصة بعنوان سمكة ذهبية في إناء زجاجي. اسم كمان جميل جدا كده ومدهش وبيفتح أبواب الخيال. يعني القصة القصيرة فن صعب جدا، دايما يقولوا يعني إن كتابة القصة القصيرة أصعب بكتير من كتابة عمل روائي طويل، إن إزاي تختزلي مشاعرك وأحاسيسك في كلمات قصيرة وبصورة مكثفة. ليه اخترت القصة القصيرة؟ وكلمينا عن مشاركتك السنة دي في إبداع. اخترت القصة القصيرة لأن دي أكتر حاجة أنا بميل ليها أكتر من الرواية. زي ما حضرتك قلت، هي بتتميز بالإيجاز أكتر من الإسهاب مقارنة بالرواية. ده أصعب بالظبط، وفي نفس الوقت هو تحدي، هو تشالنج جديد بالنسبة لي. فكرة إن أنا هقدر أعبر عن فكرة معينة في أقل من 500 كلمة. القصة كانت من 500 كلمة باي ذا واي. فإزاي أنا هقدر أحقق التشالنج ده، وفي نفس الوقت أنا دي حاجة بحبها جدا. أنا بحب القصة القصيرة جدا وبحب قراءتها، ويعني من دي الحاجات اللي حاسة بتلمسني. القصة كانت بعنوان سمكة زجاجية في إناء زجاجي، سمكة ذهبية في إناء زجاجي. القصة بتتكلم عن السعي للحلم، والفكرة ما بين السمكة هي إسقاط لرغبة الإنسان في التحرر والحلم المستمر، والإناء الزجاجي بيمثل الواقع المحدود. فالقصة بتعكس الصراع ما بين الواقع المحدود ورغبة في الحلم، ولكن برضو القصة بترمز لفكرة أن المبالغة في الحلم قد تؤدي إلى الوهم. فإحنا لازم نكون مدركين لفكرة أن الحلم هنقدر نحلم لحد فين. ما فيش حدود للحلم، ولكن في نفس الوقت لازم نكون عاملين خطة علشان نقدر نحقق الأحلام بتاعتنا، وما يكونش الموضوع مقتصر بس أن أنا فكرة بحلم وخلاص من غير ما بسعى أن أنا أحقق الحلم ده. وعد، من إمتى بدأتي تكتبي قصص قصيرة؟ ومين من الكتاب اللي بتفضليه او بتحبي تقريه؟ انا بكتب من زمان جدا، من وانا في ابتدائي مثلا، ولكن بدات اخد الموضوع سيريسلي من اعدادي. بدات اشارك في المسابقات في المدرسه. من الكتاب اللي بحبهم، ماليش كاتب محدد مفضل، ولكن بحب ادجار الان بو، بحب يوسف ادريس، قرات برضو نجيب محفوظ. في ناس كتير جدا بحبها.